أهلا بك معنا سيد أبو محمود الحوراني. طعنا في تفاصيل ما يجري الآن في بلدة طفس في غرب درعا. نعم، السلام عليكم، حياكم الله أستاذ محمد. يعني في الحقيقة قبل عدة أيام اجتمعت لجنة درعا المركزية ومندوبين من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس مع اللواء علي محمود في حي الضاحية في مدينة درعا. تم التوافق المبدئي على عدة نقاط. الفرقة الرابعة كانت تطالب بتسليم السلاح المتوسط، ليس السلاح الثقيل وإنما السلاح المتوسط، وهذا حقيقة هو نقض لاتفاق التسوية الذي يعني أبرم في تموز 2018. كان الاتفاق ينص على بقاء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهي عبارة عن مضادات للطيران 23 و 14.5. فحقيقة يعني هذه المضادات هي موجودة يعني بشكل أو بآخر. أيضا طالبت الفرقة الرابعة بتفتيش نقاط يطلبها اللواء علي محمود في المنطقة، وبهذا الأمر على وجه التحديد انتشرت قبل عدة أيام قوات وميليشيات تابعة للفرقة الرابعة. تود الفرقة الرابعة إنشاء قاعدة عسكرية وسكنة عسكرية في المنطقة الفاصلة بين بلدة اليدودة وبلدة المزاريب في ريف درعا الغربي، وتعرف في يعني بناء الجامعات، وهي عبارة عن أبنية حكومية يتواجد بها مزرعة الأبقار ومؤسسة الري وجامعة دمشق فرع درعا. هذه جميعها حقيقة أصبحت يعني مقر للفرقة الرابعة وللميليشيات التي يعني تتوافد إليها، يعني بين الحين والآخر تتوافد إلى هذه المنطقة على وجه التحديد. سيد الحوراني، يعني هل بالفعل الآن خطر أو دخول المنطقة ومدينة طفس غرب درعا في جنوب سوريا في معركة عسكرية مع النظام السوري، هل انتهى ذلك برأيك؟ حقيقة لا تزال، يعني نحن نتحدث عن معظم وكثير من أهالي المنطقة قد يعني أخلوها. قرابة 10,000 يعني من أبناء مدينة طفس هم نازحون من بلدة اليدودة، من بلدة المزاريب، وهناك تخوف في الحقيقة من يعني عمل عسكري قد تشنها الميليشيات في أي وقت. كما أسلفت أن الميليشيات تنتشر في المزارع وفي السهول الجنوبية لمدينة طفس وفي بناء الجامعات بين المزاريب واليدودة، وهذا ما يتخوف منه الأهالي. الميليشيات الإيرانية يعني تدعم هذه القوات، ويعني ولم تتواجد الفرقة الرابعة إلا بغطاء من الميليشيات الإيرانية التي تحاول يعني إحكام السيطرة على المنطقة، وبالتالي يعني العمل من خلال الميليشيات التابعة للفرقة الرابعة في المنطقة من يعني سرقة منازل المدنيين وحرقها ومحاولة تهجير ما تبقى من يعني العناصر السابقين في فصائل المعارضة المتواجدين في هذه المنطقة، والذين حقيقة هم لم ينخرطوا في صفوف النظام. وهنا أخيرا معك سيد الحوراني، يعني هناك أيضا قبل أيام هناك تحليق للطيران من قبل النظام السوري فوق بلدة وطفس في غرب درعا. بحسب البعض كانت هي رسائل أكثر من أن تكون هي بالفعل دخول بمعركة عسكرية. هل بالفعل اليوم ممكن أن نقول أن المنطقة أصبحت بالفعل تتجه إلى منطقة هدوء بعد أن كانت في وقت سابق تصعيد؟ على العكس تماما، وجود الميليشيات التابعة للفرقة الرابعة لن يحدث أي أمان. نحن تحدثنا سابقا، ويعني منذ سيطرة النظام على محافظة درعا زادت الاغتيالات، زادت نسبة القتل، زادت نسبة الاعتقالات عن السابق. فبالتالي بوجود هذه الميليشيات يعني لن تؤدي يعني المنطقة إلى هدوء، بل التصعيد سيكون والانتهاكات ستكون أكبر من السابق. وجود هذه الميليشيات وعملها من خلال يعني مساعدة الميليشيات الإيرانية في تهريب المواد المخدرة، الميليشيات الإيرانية تسعى للتغلغل يعني بين السكان لتحميها من قصف الطائرات الإسرائيلية بين الحين والآخر. فحقيقة يعني دخول هذه الميليشيات إلى يعني بين الأهالي، وأيضا هناك تخوف من قبل المزارعين الذين يذهبون إلى مزارعهم في حوض اليرموك وفي الريف الغربي، وجود هذه الميليشيات يعني تعطل عمل هؤلاء المزارعين، ويعني حقيقة تحد من ذهابهم إلى هذه المزارع. فوجود يعني هذه الميليشيات بحد ذاته هو انتهاك، يعني لابد يعني أن تتكاتف القوى المتواجدة في المنطقة. وهنا أتحدث عن لجنة درعا المركزية يعني ولجنة خليف الأزمة في مدينة درعا وباقي اللجان، أن تكون على قدر من المسؤولية اتجاه يعني تغلغل الميليشيات الإيرانية بين الأهالي في المحافظة وتحديدا في الريف الغربي. أشكرك جزيل الشكر سيد أبو محمود الحوران المتحدث باسم تجمع أحرار الحوران، كنت معنا من الحدود الأردنية السورية. شكرا لكم على هذه المداخلة.